السنن الرواتب عندنا سنن مرتبة مع الفروض الخمسة. وفرد طيلة مازي ثاني سنة لا مش ديخ كنوين. الفجر صلاة الفجر ركعتين. شا عيول لا مزا فجر لا مزا شركات. سنة الفجر ركعتين قبل الفجر. تون ثاني دول سنة تصل حلق ديش دون شركات دون. الظهر أربع ركعات. دل مزا ظهرة ويدي ركعات. من السنة أن نصلي قبل الظهر ركعتين أو أربع ركعات. أخ السنة لا مشا دل مز دين حلق دلي شركاتون يدي ركعتون. وبعد الظهر ركعتين. يو دل مز دين شو ده شركات سنة لا مز دون. المغرب ثلاث ركعات. مغرب ومركز لا مز قركعتون. ومن السنة نصلي ركعتين بعد المغرب. تون ثاني دو السنة مركز لا مز دين شو ده شركاتون. العشاء أربع ركعات. عشاء بحور لا مزا دي ركعت دوي. ومن السنة نصلي ركعتين بعد العشاء. تعتين ثاني دول السنة إشتا بحور لا مزين شو تح شركعت دوي. كذلك عندنا صلاة الوتر أقل عدد صلاة الوتر ثلاث ركعات هذا أقل لكنه كامل مستحب. سيوخا ويتر لا مزا دوحن ويبوسال دنياها إذا بيوسان دياش دو لا مزدو إذا وقر كيزغ دلاح قوش بار معدو إذا قرر كاعت يعدي وأقل القليل ركعة واحدة تاق دلاح تولك إزغ تولك إزغ ديغ تحرر كاعت دتر لون السنة أن يوتر قبل أن ينام تاق سنة تيعدو يويتر لا مزدر يتحرر كاعت يقرر كاعت لا مزدر دعويجلي صلاة الوتر تبدأ من صلاة العشاء من الانتهاء من صلاة العشاء إلى أذان الفجر. أتون خن ما تون أتويتر لا مزي إذا بحول لا مزدين شو تعد عدل شو تها عول لا مزدقات شو تأتوقع يول خن يومنتون.